من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مصر تساند السعودية في حربها على الإرهاب. أماكن شاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة. سحر ناصر تأسيس مجلس استثمار مصري مكسيكي. وتكريم البطلة فريدة. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر تقف إلى جوار السعودية في حربها على الإرهاب، هذا ما أكدت عليه وزارة الخارجية منددة بالهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة القطيف بالمملكة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 6 آخرين. وشددت الخارجية على دعم القاهرة لكافة ما تتخذه السعودية من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظاً على سلامة مواطنيها. كما جدد بيان الخارجية التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة والتصدي لمموليها وأدوات نشرها وترويجها. أماكن شاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة. فقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن المرحلة الثالثة للتنسيق ستنطلق في 12 من أغسطس لمدة 3 أيام، مضيفاً أن المرحلة الثالثة بحد أدنى 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ويبلغ عدد الطلاب فيها أكثر من 87,000 طالب، إضافة إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة. فيما أشارت نتائج المرحلة الثانية إلى وجود أماكن شاغرة ببعض الكليات انتساب موجه. وعلى جانب آخر، أكدت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم أن آخر موعد لتلقي طلبات تظلمات الطلاب من نتائجهم 15 أغسطس المقبل. تأسيس مجلس استثمار مصري مكسيكي، هذا ما اتفقت عليه الدكتورة سحر ناصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في لقائها مع جوزي أوكتافيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لكل المستثمرين، قائلة أن مصر ترحب بالمستثمرين المكسيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة وتعمل على إزالة أي عقبات تواجههم. فيما أبدى السفير رغبة بلاده في زيادة استثماراتها بمصر التي تتركز حاليا في مجالات الإسمنت والمقاولات والتكنولوجيا وتبلغ نحو 1,200,000,000، إذ تعد المكسيك من أكبر دول قارة أمريكا في حجم الاستثمارات بمصر. الحبس لمثير الشغب. فقد قررت محكمة جنح العمرية ثانٍ إخلاء سبيل 17 شخصاً في أكثر من قضية تتعلق بمشجع الأهلي والزمالك، مع حبس 26 آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة تذاكر يشتبه أن تكون مقلدة وحيازة ألعاب نارية وارتداء تيشرتات وملصقات عليها عبارات تحريضية. وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية قد ألقت القبض على أكثر من 253 شخصاً من ألتراس وايت نايتس في أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت بعد انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس، والتي أسفرت عن خروج الفارس الأبيض من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الزراعة تعلن الحرب على المبيدات المغشوشة. فقد وجه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بتجديد الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على سوق المبيدات الزراعية وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، حفاظاً على الثروة النباتية في مصر وصحة المواطن، وبهدف ضبط المبيدات مجهولة المصدر وغير المصرح بها. وتعاقب الإجراءات أي مخالفة تخص غش المبيدات بالغلق الفوري وتحويل المخالفين إلى النيابة، علماً بأن هناك لجاناً مشكلة لاستكمال حصر جميع محال تجارة المبيدات وتقنين أوضاع غير المرخص والاستمرار في وضع لوحات على واجهات المحلات المرخص لها. تكريم البطلة فريدة. فقد قررت وزارة الشباب والرياضة إطلاق اسم البطلة فريدة عثمان على مجمع السباحة الجديد بمركز شباب الجزيرة. وقال الوزير خالد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على فيسبوك إن مجمع السباحة تنفذه الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 15,000,000 جنيه، وسيكون جاهزا للافتتاح أبريل المقبل. هذا وحققت فريدة عثمان البرونزية في منافسات 50 مترا فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية بالمجر كأول سباحة مصرية تحصد ميدالية في بطولة عالم. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات إخبارية قادمة بإذن الله.